പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പരിശുദ്ധ മക്ക ഹറമിലെ ഇമാം ഡോക്ടർ സ്വാലിഹ് അൽ ത്വാലിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇവിടെ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയുമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചരിത്രഘട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷികളാവുകയാണ്. പീസ് റേഡിയോയുടെ ലോഞ്ചിങ്, ജാമിയയുടെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം. അന അർജുഫി ഹാദിഹി അൽ ആവിന അൽ മുബാരക അ ത്വയ്യിബ അ ദഹബിയ മിൻ ഫദീലത്തി അശ്ശേഖ് ഫൈസൽ ബിൻ അഹമ്മദ് മുദീർ ജാമിയ ഹിന്ദ് ഇസ്ലാമിയ ലി തഖ്ദീമി കലിമത്തി തർഹീബ് ഫലിയതഫദ്ദൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദും മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد، فان هذا اليوم يوم سرور وبهجة ويوم عزة ورفعة ويوم شرف وفضل، يوم يكتب بمداد الذهب في صحائف تاريخ جامعة الهند الإسلامية بزيارة إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ دكتور صالح بن محمد آل طالب حفظه الله ورفقائه. إن هذه الجامعة أيها الفضلاء جامعة وليدة ناشئة التي لم تمر على تأسيسها إلا ثلاث سنوات كما أنتم تعرفون، وإن لجامعتنا هذه أهداف عالية ورغبات سامية ونيات صادقة في سبيل التعليم وتربية الأجيال الناشئة ومحو الأمية وإنجاب العلماء والدعاة القادرين على مواجهة تحديات العصر الراهن في ضوء الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة. أيها الإخوة، كما تعرفون إن هذه الجامعة تجري على يد جمع من المخلصين الغرباء الذين يبذلون جهدهم لإعلاء كلمة الله الحق ونصر التوحيد، كما ذهب أولئك المخلصون إلى رحمة الله بعد قيامهم ضد الخرافات والبدع مثل الشيخ محمد الكاتب رحمه الله. قام بالأعمال الدعوية ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وكانت علاقته رحمه الله بكبار علماء المملكة آنذاك والملك عبد العزيز رحمه الله عملا بارزا وسببا رئيسيا في نشأة وتطور الدعوة السلفية في كيرلا. وكان ابن الشيخ كاتب محمد رحمه الله الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله، والذي كان زميلا دراسيا للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، وصاحب كتاب الفرائض الذي تم تدريسه في جامعات المملكة، وكذا الشيخ عمر أحمد المليباري رحمه الله الذي هو أحد تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله، والذي خص الشيخ ابن باز رحمه الله بذكر اسمه في مجموع فتاوى من العلماء الذين قادوا الحركة الدعوية في كيرلا. ولا تزال هذه الجامعة بفضل الله وتوفيقه مستمرة برئاسة وإشراف كل من أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الدكتور أشرف مليباري حفظه الله، ورئيس قسم القرآن الكريم بجامعة الطيبة الشيخ ياسر بن حمزة المليباري حفظه الله، ومترجم القرآن الكريم إلى اللغة المليبارية الشيخ كني محمد المدني حفظه الله، والذي قام مجمعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بطباعة ونشر الترجمة المليبارية التي قام بها الشيخ. أيها الفضلاء، أما جامعة الهند الإسلامية عبارة عن عدة معاهد، منها ما تم بناؤها مثل كلية الشريعة ومدارس تحفيظ القرآن وأكاديمية الهند للبحوث ومركز الدراسات العليا وغيرها، ومنها ما يتحقق في عام الدراسي القادم مثل قسم التخصص في الفقه والحديث والعقيدة وغيرها. بنعمة الله وتوفيقه كملنا الآن هذا المبنى، والجامعة تفتح في العام الدراسي القادم قسم التخصصات للحديث والفقه والعقيدة إن شاء الله. والجامع الكبير الذي يسع لألف وخمسمائة مصل تقريبا سيفتتح قبيل رمضان المبارك القادم إن شاء الله، سيزيد هذا المسجد شرفا وبهجة للجامعة مع ما لها من جمال طبيعي. وفي هذه الآبنة أحمد الله تعالى على هذه النعمة والفضل العظيم، ويلتحق الطلاب بعد دراستهم الثانوية في كلية الشريعة وتمتد دراستهم إلى خمس سنوات، ويتفقهون في شتى فنون العلم مثل العقيدة والقرآن والحديث والفقه وأصول الفقه وغيرها، مع أنهم يحفظون الأجزاء المعينة من القرآن الكريم والمتون المختارة مثل الأصول الثلاثة ونواقل الإسلام والأربعين النبوية والمنظومة البيقونية والآج الرومية وما إليها. فكلية الشريعة التابعة للجامعة من الكليات السكنية التي توفر مرافقة الإعاشة لكل من الطلاب مجانا، وتعت الجامعة بالتنمية الشاملة للمتعلمين، وبالتالي فهي توفر المرافق الرياضة والألعاب، وهناك الكثير من المناقشات الدينية والمحاضرات العلمية والدورات الخاصة والبرنامجات التدريبية وغير ذلك من الأنشطة. وأما طلاب الجامعة يحضرون للامتحان في جامعات حكومية شتى حتى يحصلوا عند تخرجهم من هذه الجامعة على شهادتين، شهادة جامعة الهند الإسلامية وشهادة بكالوريا من جامعة حكومية، والحمد لله. وندرب الطلبة على اللغة العربية والإنجليزية والأردوية والمحلية، مع أننا التدريس عندنا باللغة العربية والحمد لله. أما أساتذة الجامعة فأكثرهم خريجون من جامعات مشهورة في العالم مثل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة الإمام بالرياض وجامعة السلفية بنارس وجامعة دار السلام عمر آباد وغيرها من الجامعات. ونحن في جهد جاد لحصول المعادلة بين جامعة الهند الإسلامية وجامعات مشهورة في العالم لا سيما جامعة المملكة العربية السعودية. ليس هذا الموقف موقف إطناب كما تعرفون. وفي هذه الآبنة أرحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب حفظه الله، الذي شرفنا ونورنا وأفرج صدورنا وشرف بلادنا بقدوم، وجزاه الله عنا خير الجزاء. أرحبه أصالة مني ونيابة عن جامعة الهند الإسلامية الذي قد وصل إلينا بعد سفر طويل وتجوال الأيام لزيارة جامعة الهند وتدشين إذاعة السلام ووضع الحجر الأساسي لمبنى الفصول الدراسي. وأرحب أيضا إلى هذه الجلسة المباركة فضيلة الشيخ
ഹസൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ബുഖാരി ഹഫിളഹുല്ലാ ഉസ്താദു ജാമിയത്തുൽ ജാമിയ ഉമ്മുൽ ഖുറ ബിമക്കത്തുൽ മുക്കറമ വവക്കീലു മഅഹദുൽ ലുഗ അൽ അറബിയ ലിഗൈറി നാതിഖീന ബിഹ ബിജാമിഅ ഉമ്മുൽ ഖുറ വഉറഹിബു അയ്ദൻ ഫളിത ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ അലി الرومي حفظه الله الملحق الديني بسفارة السعودية بنيودلهي كما أرحب ضيوفنا الكرام المرافقين للإمام المسجد الحرام بمكة المكرمة ومشايخنا الكرام المشاركين في هذه الجلسة المباركة مثل الشيخ محمد المولوي كرولي والشيخ عبد الحق السلمي والشيخ عبد بن مسعود والشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة والشيخ حمزة المدني والشيخ سمير المدني وغيرهم لا أطيل كلامي في هذه الآبنة أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجمعنا في دار جناته النعيم مع أنبيائه وشهداء والشهداء والصالحين وهو ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله أنا أطلب من فضيلة الشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة أن يترأس هذا المجلس فليتفضل مشكورا أيها الإخوة والمشايخ نحن كلنا نحترم قيمة الضيف ومكانته في كل العالم لذا نحن نهتم بالوقت أنا أرجو من فضيلة الأستاذ كنج محمد المدني لإلقاء كلمة الرئاسة هو مترجم الترجمة المليبرية للقرآن الكريم التي تم تبعه من مجمع الملك فهد من المملكة فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فضيلة الشيخ الدكتور صالح محمد آل طالب الفضيلي حفظه الله وفضيلة الشيخ أحمد بن علي الرومي حفظه الله فضيلة الشيخ حسن عبد الحميد بخاري حفظه الله ورفقاؤه أصحاب الفضائل والأساتذة والكرام وأبنائي الطلاب وإخوتي في الله أحمد الله في سبحانه وتعالى على إنعامه وتوفيقه للاجتماع في هذه المناسبة الميمونة المباركة مع أصحاب الضيوف الكرام وعلى رئاستهم فضيلة الشيخ دكتور صالح محمد بن محمد آل طالب إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة المقدسة أصحاب الكرام كما فهمت من هذه الجامعة في طفولتها ولنا طموحات باهرة في المستقبل بتوفيق من الله في حق التربية والتعليم والخدمات الدينية ونحن نرجو من الله متواضعين خاشعين صادقين أن يوفقنا بالقيام بهذه الخدمة وكما نرجو من أئمة هذه الأمة بالبلاد العربية والإسلامية والبلاد والعالم جميعا أن يشجعونا وأن يقتربونا وأن يسدوا إلينا نصائح طيبة أما الدعوة بالنسبة إلى ديار مليبار فله تاريخ عريق منذ عهد الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حيث وفد تجار العرب إلى سواحل هذه البلدة وجاء معه الدين والدعوة وانتشر الإسلام في ربوع كيرلا كما انتشر كذلك في بلاد الهند جميعا ومنذ هذا العهد لا يزال نور الإسلام تنتشر وخاصة في كيرلا ولكن لسوء الحظ كذب عبر التاريخ كذب إلى الأمة العقائد الفاسحة والبدع والخرافات ولكن العلماء الربانيون قاموا بالدعوة على نهج السلف الصالح ولا كل حال لا أطيل إن الدعوة والأنشطة الإسلامية المتنوعة لا تزال مضطردا في بلادنا كما أن إخوان الجاليات أيضا الذين يسكنون في البلاد العربية والإسلامية لا يزالون في أنشطتهم الدعوية في بلادكم وبلاد العالم أيضا
وأنتم تعرفون أن مشروع الحكمة الذي يتضمن كثيرا من أنواع الأنشطة التربوية والدعوية والثقافية، منها راديو السلام بيس راديو الذي سيفتتحها الضيف الكريم في تطورها نحو أهدافها النبيلة في حقل الدعوة والإرشاد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا ولا أطيل، والله وفقنا لما فيه الخير والسداد للإسلام والأمة المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح راديو السلام العالمي، ونسأل الله عز وجل أن يجعله بركة ونورا وهدى لكل العالم. هذا الراديو الذي يبث عبر الإنترنت ويبين الشريعة والإسلام للناس، يبث الفتاوى والتعليم والتثقيف والقرآن الكريم وعلوم الشريعة، ويبصر الناس بأمور دينهم ويدلهم على الطريق الصحيح، ويشيع الأمن والسلام والطمأنينة والتوسط والاعتدال. وأيضاً هذا الراديو سوف يكون بإذن الله صلاحاً للبيوت بمناقشة القضايا الأسرية والزوجية وتربية الأولاد وكل ما له علاقة بصلاح الأسر والبيوت. أيضاً يبث المواد التثقيفية المفيدة في حياة الناس، فهو راديو كاسمه راديو السلام. فنحن نفتتح اليوم هذا الراديو بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله شاندي يدفعنتليك تشريكون. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദങ്ങളുടെ മഹാപ്രളയത്തിന് നടുവിലാണ് മനുഷ്യൻ. എങ്ങും ആക്രോശങ്ങൾ, അലർച്ചകൾ, അട്ടഹാസങ്ങൾ, ചുറ്റിലും അവസാനിക്കാത്ത ചർച്ചകൾ, വാഗ്വാദങ്ങൾ, പരിഹാസം. عبر الأثير، عبر الإف إم، وأملي أيضاً أن تكون هناك قناة بإذن الله. هذه بذرة خير وهذه بداية خير، والأمل بها إن شاء الله أن المادة العلمية تجمع حتى تكون إن شاء الله يستفاد منها في إنشاء قناة على اليوتيوب، وبعد ذلك إن شاء الله قناة فضائية على الأقمار الصناعية، وبداية خير وشجرة ستثمر قريباً بإذن الله. شكرا لكم جميعا. نحن نشاهد إلى عمل جليل، وهو وضع حجر الأساس لمبنى الفصول الدراسية الجديد لجامعة الهند الإسلامية. بسم الله وعلى بركة الله، نضع حجر الأساس لمبنى الفصول الدراسية، نسأل الله عز وجل أن نراه قريبا شامخا كما وضع له المهندسون والمخططون، وأن يتحقق منه المرجو والهدف منه. بسم الله وعلى بركة الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله، جزاكم الله خير، شكر الله لكم، جزاكم الله خير. استلموا شوي إن شاء الله وهو يصبون المنسخ. لتشريفنا بكلماته الذهبية فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المسجد وفي رحاب هذه الجامعة أن يجمعنا دائما على خير وطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنه لشرف لي أن أكون متحدثاً في جامعة الهند الإسلامية في كيرلا، هذه الجامعة التي
أسست على تقوى من الله تعالى ورضوان، والبدايات دائما حسن البدايات تدل على حسن النهايات. وكما قال: وإن كان إخواني المقدمين قبل قليل قالوا إنها حديثة الولادة وأنها ولدت حديثا، فأقول إنها ولدت ناضجة، وولدت واقفة، وولدت قوية متينة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقد بدأت من حيث انتهى الآخرون. هذه الجامعة التي انتهجت نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تركنا عليه بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، عندما اختطت الجامعة هذا المنهج الذي سار عليه سلفنا الصحابة، سلفنا الصالح من الصحابة الكرام وأئمتنا العظام من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والذين اتفقوا جميعاً على منهج واحد وعقيدة واحدة وأصول واحدة، ولم يكن بينهم خلاف إلا في طريقة الاستنباط لبعض المسائل الفرعية التطبيقية العملية، وإلا في الأصول ليس بينهم خلاف، وفي العقيدة ليس بينهم خلاف، وفي المنهج ليس بينهم خلاف، وإنما في طريقة الاستنباط في بعض المسائل العملية. فكلهم ينهلون من منهل واحد، وكلهم قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا سار الأئمة العظام كالإمام البخاري رحمه الله، والإمام مسلم، وأصحاب السنن، وغيرهم من العلماء إلى وقتنا هذا. وما أصاب الأمة، ما أصابها من ضعف وهوان إلا عندما ابتعدت عن منهج السلف الصالح في التلقي، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، وهو يسخر في كل زمان ومكان من يدافع عن هذا الدين، ومن يعيد الناس إلى الدين الصافي وإلى الكتاب والسنة. وأحسب أن هذه الجامعة تقوم بعمل عظيم في هذا الجانب، فنحمد الله تعالى على ما يسر وأعان من قيام هذه الجامعة وانضواء عدد كبير جداً من أهالي كيرلا تحت لواء هذه الجامعة، والإفادة منها في تدريسها للعلوم الشرعية وأصولها في القرآن الكريم وتفسيره، والفقه وأصوله، والحديث ومصطلحاته، وما يتعلق به دراية ورواية، وكذلك قيام الجامعة بما يقوم به المسلمون، فهي جامعة شاملة من خدمة الناس والإحسان إليهم، رعاية الفقراء، خدمة المحتاجين، كفالة الأيتام، حفر الآبار، بناء المساجد، بناء المساكن، إتاحة الوظائف. هذه الجامعة حقيقة هي فخر للمسلمين في كيرلا وللمسلمين في كل العالم. وإني بهذه المناسبة أنقل هذه الصورة إن شاء الله إلى إخوانكم في المملكة، والذين حملوني إليكم السلام والمحبة والتقدير. وقبل ذلك تكليف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والذي كلفني بهذه الزيارة للتواصل مع الناس عموما وعلى المسلمين خصوصا، جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، وبيانا لوسطية الإسلام واعتداله، وبراءته من الإرهاب والتطرف، وبراءته من الإحرافات الفكرية والعقدية، وحتى يجتمع المسلمون على كلمة واحدة في وقت كثرت فيه الفتن والحروب والقلاقل والانحراف بالإسلام عن طريقه الصحيح. والمملكة قد حملت على عاتقها، وهي التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وجعلت دستورها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحترمت العلماء، ويدرس في الحرمين الشريفين كل المذاهب الأربعة الفقهية، ويحج إلى بيت الله الحرام، ويعتمر ويزور المسجد النبوي كل عام الملايين من المسلمين من غير تفرقة بين مذاهبهم أو انتماءاتهم، وإنما الوسطية والاعتدال والاجتماع على كلمة التوحيد هي منهج المملكة العربية السعودية الذي تدعو إليه. فالمملكة تحس بهذا وتشعر بهذا الواجب تجاه المسلمين في كل العالم، وواجب بيان حقيقة الإسلام الصافي البريء من التطرف والإرهاب والانحرافات الفكرية والعقدية، الإسلام السهل اليسير
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. هذا الإسلام أيها الأحبة هو الذي يجب أن نبينه لأنفسنا وللعالمين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فديننا هو دين المرحمة للعالمين، لكل العالمين. وأحسب أن هذه الجامعة تسير على هذه الخطى المباركة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك في جهودها وأعمالها، وأن نرى ثمراتها قريبا إن شاء الله. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها من الإداريين والمعلمين والطلاب وجميع برامجها، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البركة والخير لولاية كيرلا ولعموم الهند، أن تكون مصدر إشعاع ونور وهدى وخير لكل العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصية المتكررة دائما الاجتماع والائتلاف والاتفاق والبعد عن كل أسباب النزاع والشقاق والفرقة، وخاصة النزاع في الدين، فإن أسوأ أنواع التفرق هو التفرق في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن بعض الاختلافات في بعض الأعمال أو في بعض الاختيارات الفقهية لا يجوز أبدا أن تكون سببا للخلاف بين المسلمين، أو الخلاف النوعي، قيام بعضنا بالدعوة وبعضنا بتعليم العلم وبعضنا برعاية الأيتام، هذا اختلاف تنوع وهو مطلوب، فكل إنسان له تخصص وكل إنسان له ما يحسنه، فنستغل التخصص وكل ما يحسنه الإنسان يقدمه لخدمة هذا الدين. أشكر لكم كثيرا حفاوتكم وحسن استقبالكم وكرم ضيافتكم، وهذا التواصل الذي يجب أن يكون بيننا جميعا بين المسلمين في كل أصقاع الأرض. ونحن في المملكة وفي الحرمين الشريفين خاصة نعرف أهل كيرلا معرفة خاصة، فيكاد يكون 1.5 مليون من أهل كيرلا يقيمون بيننا في المملكة ويعملون في كافة التخصصات، في الطب والهندسة والطيران والشركات والتجارة والعمل وفي سائر الأمور، ومنهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، وكلهم يجدون حقوقهم كاملة ولله الحمد والمنة. ونحس بالانتماء لهذا البلد، وبالرغم من بعدكم فنحن نشعر أنكم أنتم عمق الأمة، وأنكم على الثغور، وأن الله تعالى من حفظه لدينه حفظكم وحفظ لكم هذا الدين. فهذه الأخوة وهذه الرابطة الإيمانية الدينية التي بيننا وبينكم لا تفرقها الحدود ولا اللغات ولا الجنسيات ولا الألوان، بل كلنا إخوة وكلنا أحبة، ونحمل لكم المحبة والتقدير والدعاء والتمنيات الدائمة لكم بالتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. مرة أخرى وثالثة وعاشرة أدعو الله عز وجل لكم وأشكر لكم، وأسأل الله تعالى البركة في أعمالكم وأعماركم وما تقدمون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسنتم يا شيخنا، نحن شاكرين لكم مقدرين لحسن موافقتكم وقدومكم إلينا وتشريفنا بقيام هذه الأعمال الجليلة مثل تدشين راديو السلام وبلع أجر الحساس لمبنى الفصول الدراسية لجامعة الهند الإسلامية، وأهم من هذا لنصائحكم ولخطبتكم القيمة التي لمست جميع النواحي التي يهم الإسلام والمسلمين في جميع قارات الأرض. ونحن كما سبق أن قلت لا نريد إضاعة الوقت، كلنا متطوعين، نحن نقوم للصلاة. وقبل هذا أنا أرجو من فضيلة الدكتور صالح بن محمد علي طالب لاستلام هديتنا التذكارية لهذه الزيارة، وأن أرجو من فضيلة الشيخ الأستاذ كرولي محمد مولوي حفظه الله لتسليم هذه الجائزة الهدية لضيف شرفنا فضيلة الدكتور
صالح آل طالب حفظه الله. ونحن نشكر أيضا المشايخ المرافقين وفي طليعتهم الشيخ أحمد بن علي الرومي حفظه الله من سفارة خادم الحرمين من نودلهي، والشيخ حسن بن عبد الحميد بخاري أستاذ في قسم الفقه بجامعة أم القرى والمشرف العام بمكتب الدعوة والتوجيه بالمسجد الحرام والوكيل لمركز تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمشايخ والضيوف من مجالس السياسة والتربية ومن كل الأوساط. أنا أرجو من فضيلة الدكتور صالح آل طالب لاستلام جائزتنا هديتنا لزيارته الكريمة في هذه الجامعة، وأرجو من فضيلة الأستاذ كرولي محمد مولوي حفظه الله لتسليمه إلى فضيلته.